اعتقال عمران خان أمام المحكمة العليا في إسلام أباد، لماذا في البداية؟ طبعا تم القبض على عمران خان في قضية تسمى في قضية جامعة القادر. هذه القضية بحثتها أو يبحثها مكتب المحاسبة في باكستان. هذه القضية اختصارها كالتالي: هي قضية خاصة بإساءة استخدام السلطة، قضية تضارب في المصلحة، قضية فساد بشكل عام، وتورط فيها عمران خان وزوجته السيدة بشرى بيبي، وكذلك أيضا وزير المغتربين السابق السيد زلفي بخاري، إضافة أيضا كذلك إلى مالك أحد المخططات المشهورة في باكستان السيد ملك رياض، مالك مخططات بحرية تاون. أيضا هناك أصابع تشير إلى تورط كذلك القضاء الباكستاني في هذه القضية. طبعا هذه القضية هي ضمن قضايا كثير، سجل على عمران خان قرابة 200 قضية في باكستان. يعني حقيقة هذا الرقم يعتبر مهول جدا.